بيكم في حلقة جديدة من مطبخ نهال. النهاردة هنعمل مع بعض وصفات سهلة وسريعة كالعادة. هنعمل مع بعض رز بلسان العصفور والشعرية ومع الخضار، وكمان هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بشوية تكات جديدة، وهنعمل مع بعض بطاطس محشية جبنة وبسطرمة بالصوص الأحمر، وكمان هنعمل كشك الفراخ مع الجزر، والحلو بتاعنا النهاردة كريم كراميل. يلا نبتدي أول وصفة مع بعض، هي الرز بالشعرية ولسان العصفور. نقول المقادير: هحتاج 200 جرام من لسان العصفور، 400 جرام من الشعرية، و2 كوب أرز مصري مغسول كويس، فلفل أخضر مفروم ناعم، وبصلة مفرومة ناعم، وكمان فلفل أحمر مفروم ناعم، معلقة فلفل أسود وملح وزبدة، ومعلقتين زيت نباتي، مكعب مرقة، ورق لورا، وحبهان. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا النهاردة. أول حاجة هناخد الزبدة مع الزيت نحطهم في الحلة، معلقتين من الزيت. طبعا المفروض ان احنا قبل اي حاجة هنحمر لسان العصفور وهنحمر الشعريه، وعندنا جاهزين متحمرين عشان يدوا معانا لون حلو في الرز بتاعنا. ناخد الزبدة ما ان لسان العصفور والشعريه متحمرين، فانا بقى دلوقتي هاخد الخضار بتاعي البصل، هديله تشويحه كده الاول، هضيف له المرقه والحبهان واللورا. هنخلي البصل يتشوح شويه كده مع الزبده واللورا والحبهان والمرقه، بعد كده هنضيف الخضار. يعني ده من انواع الرز اللي ممكن تجددي بيه في رمضان، مش كل يوم نفس الرز، رز ابيض، رز بالشعريه، ففي تغيير شويه. كمان لسان العصفور مع الرز بالشعريه والخضار اللي حاطينه فلفل اخضر والاحمر هيضيفوا طعم جديد للرز النهارده. لازم بس البصل شويه يدبل خالص علشان يبقى مستوي معايا كويس في الرز، لان الرز ما بياخدش وقت في السوى كده. تمام، دلوقتي بقى هضيف الفلفل الاحمر، وهضيف الفلفل الاخضر، هم بقى تقليبة كده كويسة، وبعدين انا هدي تشويحة للرز معاهم. الرز طبعا نغسله كويس جدا، من الحاجات اللي بتخلي الرز معاكي ناجح هو غسيل الرز كويس قوي، علشان يبقى معانا كويس وما يعجنش. لازم تغسلي الرز كويس قوي من النشا، خصوصا لو هتجيبي رز مش اكياس، الرز السايب بالذات بيبقى فيه نسبة نشا عالية، فلازم نغسله كويس قوي عشان الرز معانا يطلع كويس. بعكس الرز البسمتي بيبقى غسلة واحدة كده وممكن نستخدمه على طول. كده هنحمر الرز شوية مع الفلفل الألوان والبصل. نحط بقى الفلفل الأسود ونحط الملح، عشان حاطين مرقة فمش هنحط ملح كتير. لسان العصفور، والشعرية، قلبهم كده مع بعض. كده خطوات الرز بتاعتنا خلاص كلها خلصت، مفضلش غير اخر خطوة وهي المية بتاعتنا. لازم بقى نحط المية سخنة،
عليها وكده. هنسيبه خالص بقى على نار عالية شوية لغاية ما يشرب المية بتاعته، وبعد كده هنوطي عليه خالص وهنسيبه مع بعض بقى لغاية ما يستوي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض بطاطس مع الفراخ، بس فيها شوية توابل جديدة هنضيف لها السويت شالي هيغير من طعمها. نقول المقادير مع بعض: بطاطس شرايح وفلفل اخضر شرايح وطماطم شرايح وفلفل اخضر حامي شرايح. هحتاج كمان 3 معالق او 4 معالق من الصلصه البيوريه، 2 عود روزماري فريش و2 عود زعتر فريش، 5 مكعبات من الزبده السايحه، 2 معلقه زيت نباتي، 2 معلقه سويت شالي، معلقه فلفل اسود كبيره، ومعلقه توم بودره كبيره، معلقه بهارات فراخ كبيره، معلقه قرفه صغيره، ومعلقه كمون كبيره، معلقه بابريكا كبيره، معلقه سماق صغيره، واتنين حبهان واتنين ورقة لورا. يلا نبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا خطواتها سهلة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص. اهم حاجة بس ان احنا نعمل الخطوات بتاعتنا صح. احنا هنجيب الصينية اللي هنعمل فيها على طول الفراخ والبطاطس، بس الاول هنحط هنا كده البطاطس اهي، هنحط عليها الفراخ. خطواتها بقى بسيطة وسهلة جدا جدا جدا، هتعجبكم. تمام، دلوقتي بقى حط هنا في البولة دي عندي السمنة او الزبدة السايحة، ومعاها المرقة انا مدوباها في مية اهي، وزبدة سايحة، مرقة لازم ندوبها في شوية مية سخنة. تمام، وبعدين هنضيف لهم الصلصة. والفلفل الأخضر الحامي. السويت شالي. البهارات بتاعتي بقى، فلفل اسود والكمون، بابريكا، سماق والقرف. سماق هيضيف نكهة جديدة وحلوة قوي لصينية الفراخ. والحبهان واللورا، نجيب معلقه كبيره وندوب كل الخلطه بتاعتنا مع بعض. المرقه دوبناها في شويه ميه سخنه، ضفنا معاها الزبده السايحه، وبعدين ضفنا البهارات بتاعتنا كلها والسويت شالي وقلبناهم على بعض. الطريقه دي، الوصفه دي هتعجبكم، سهلة وكمان سريعة جدا وبتاخدش وقت في السوا، بس اهم حاجة ان احنا نبقى مقطعين البطاطس بتاعتنا رفيعة، نخليها ترانشات رفيعة عشان ما تاخدش معانا وقت في السوا. نحط هنا بقى ايه الطماطم كده والفلفل الاخضر، هي بتتعمل كلها كده ايه نايف نايف، مش احنا مش هنسبك اي حاجة خالص. والبصل كده، تعالوا بس نشوف الرز كده هنا نشوف المايه بتاعته. ايوه اهو، هنسيبه بقى على نار هاديه خالص. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الصينيه بتاعتنا. بصوا احنا حطينا كل ايه الخضار اهو مع البطاطس ومع الفراخ. نسيب الفراخ بتاعتنا بالجلد علشان تحتفظ بشكلها ويبقى شكلها حلو. دلوقتي بقى هنضيف كل التتبيلة بتاعتنا الحلوة دي كده. احنا فاضل لنا ايه كده في التتبيلة؟ الزيت. نجيب الزيت
دلوقتي هنخلط كل المكونات بتاعتنا مع بعض كده. شفتوا اسهل من كده؟ موضوع سهل جدا بجد يعني، وكمان يعني هتعجبكم الوصفة، هتعجبكم. نبقى غيرنا في الطعم التقليدي بتاع صينية البطاطس بالفراخ. بصوا كده، يا سلام بقى لو الصينية دي سيبناها كده في التلاجة ايه مثلا ساعتين قبل الفطار كده، صحتي من النوم جهزتيها سايباها في التلاجة، وقبل الفطار كده تحطيها في ايه في الفرن مثلا بساعة كده اهي. كده الصينية بتاعتنا خلاص جاهزة. دلوقتي بقى عشان الصينية بتاعتي تستوي بسرعة هجيب ورق فويل قبل بقى ما احط ورق الفويل، اجيب الزعتر والروزماري واحطهم على الوش. نغطي بقى الصينية بتاعتنا خالص كده. شوفوا ما اخدتش معانا وقت خالص في التحضير. نقفل الصينية كويس عشان نتأكد ان البخار بتاعنا هيفضل جوه الصينية ويسويلي الفراخ بسرعة، متاخدش معايا وقت. انا مش محتاجة مية خالص، احنا مدوبين المرقة بتاعتنا مكعب المرقة في شوية مية وحطيناه. اصلا البطاطس مع الخضار مع الفراخ كل ده هيطلع الجوز بتاعه الميه بتاعته، ومع شويه الميه اللي حطيناهم هيسولنا الفراخ تماما. بس اهم حاجه احنا هنحطها في ارضيه الفرن مثلا 10 دقائق ربع ساعه على النار عاليه، وبعد كده هنهدي الفرن ونسيبها في النص لغايه ما تستوي خالص. تلاقيش خالص هي مش هتتهري، يعني ممكن تاخد معاكي مثلا وقت عشان دي فراخ بيضه بتستوي بسرعه، فممكن تاخد معانا وقت مثلا ساعة الا ربع وتكون مستوية معانا حلو جدا. خلاص الفراخ اتأكدنا طلعنا الصينية واتأكدنا الفراخ بتاعتنا استوت والبطاطس استوت، هنعمل ايه؟ هنشيل ورق الفويل وهنرفع الشبكة بتاعتنا فوق تحت الشواية ونديها وش حلو كده، الزيت مع الزبدة مع السويت شالي مع الصلصة كل الكلام ده هيدوها لون حلو جدا، هتتحمر ويبقى شكلها حلو. يلا ندخلها الفرن وهطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقية وصفات. ورجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا النهاردة. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض كشك بس على طريقتي، شوية في شوية تغيير وشوية بهارات وشوية خضار هنحطهم جداد هيغيروا لنا في طعمه، بس طعمه هيعجبكم وهيبقى أحلى. يلا نعمل مع بعض وصفتنا. 250 جرام من قطع الفراخ الفيليه متقطعة قطع صغيرة خالص، لتر مرقة فراخ، 200 جرام من بشر الجزر، و100 جرام من بشر الزنجبيل، 50 جرام من بشر الليمون، 3 معالق زيت نباتي، 2 مكعب زبدة او 3 مكعبات من الزبدة، بصلة مفرومة ناعم 100 جرام من الزبادي، 3 معالق دقيق، بيضة، ربع لتر كريمة طهي، معلقة بابريكا، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة زعتر. يلا نبتدي وصفتنا مع بعض. اول حاجة هنعملها هناخد الزبدة والزيت، ناخد الزبدة كده وبعدين نضيف البصل نديهم تشويحة كده. كده هنشوح البصل شوية ونضيف له الفراخ. نشوحهم بقى مع بعض كده لغاية ما الفراخ بتاعتي، بصوا هي متقطعة قطع صغيرة قوي، لو انتوا واخدين بالكوا قطع صغيرة خالص، فايه مش هتاخد وقت معايا في السوا خالص.
كده ادينا تشويحة للفراخ مع البصل والزبدة والزيت. هنضيف دلوقتي الجزر، وهنضيف الجنزبيل المبشور، وهنضيف الليمون المبشور، بشر الليمون بتاع ليمونة واحدة تقريبا كده هنبشرها. نقلبهم مع الفراخ كده كويس. الناس بقى اللي ما بتحبش يعني الزنجبيل كتير في الوصفة دي ممكن نقلل الكمية، بدل ما نحط 100 جرام لا نحط 50 جرام، بس هو بيدي نكهة وريحة حلوة قوي للأكل. هنتبل بقى الحاجات بتاعتنا دي كلها، الفلفل الأسود والملح الزعتر البهارات. نديهم بقى كده تقليبه مع بعض. الوصفه دي ما ينفعش نعملها بميه، لازم نعملها بشوربه فراخ. لو ما عندناش شوربه فراخ ممكن نتغاضى المره دي، نعملها بمرقه، ناخد المرقه ونعمل بيها نحط مكعبين في لتر ميه وهتعمل لنا الشوربه بتاعه الفراخ، او ناخد الفراخ بتاعتنا نديها سلقه في شويه ميه وبعد كده ونضيف لها مكعب مرقه ونسيبها. كده كده تمام. نضيف بقى المرقه كده، نقفل بقى الحلة بتاعتنا ونسيب بقى، وهنسيبها مثلا ربع ساعة او 10 دقايق لغاية ما الفراخ اللي جوه خلاص هي قربت. اصلا هي اكيد استوت من التشويحة دي لان هي صغيرة جدا، بس عشان كل الحاجات دي بقى مع الشوربة ياخدوا ايه الطعم. دلوقتي بقى الخطوة اللي بعد ما الفراخ دي هتستوي وخلاص غليت والشوربة عندي بقت تمام، هنعمل بقى الخطوة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. هنجيب بولة والبيض، الزبادي والكريمة، وهتبلهم بشوية بابريكا كده وشوية فلفل أسود. نجيب بقى مضرب، نضرب كل المكونات دي مع بعض كده، دوبهم كويس جدا، مينفعش يبقى فيها اي كلاكيع علشان لما تنزل في الحلة على الشوربة وعلى الفراخ تديني القوام اللي انا عايزاه من غير ما يكون في اي كلاكيع، يبقى الكشك معانا حلو. بصوحي. بس اهي بصوا كده خلاص بقت جاهزه. بصوا بقت كريميه خالص اهي، مبقاش فيها اي كلاكيع. اول ما الشوربه بتاعتنا تغلي كده اتاكد ان الفراخ استوت، هنضيفها على طول واحده واحده. ممكن بقى تعملوها من غير اهم بس خطوات اللي احنا عملناها اللي في الاخر دي. ممكن تستغنوا عن الجزر، تحطوا
تحطوا كوسة مبشورة، ممكن تحطوا البصل مبشور، ممكن تحطوا مشروم، ممكن تحطوا أي حاجة انتوا بتحبوها في الوصفة دي، هتبقى حلوة جدا، هتديها إضافة جديدة. لو محدش بقى بيحب الخضار مع الكشك ممكن نستغنى عنه خالص، وهنحط قطع الفراخ بس هنحطها كبيرة شوية، يعني شرايح طويلة كده شوية، والمرقة بتاعتها بقى هنغلي الفراخ، هنسلق الفراخ في المية، وهنضيفها للبصل والزبدة والزيت، ونسيبهم على النار خالص برضو لغاية ما يغلوا، وأول ما يغلوا هنضيف لهم الخطوة اللي احنا عملناها مع بعض دي. بصوا هي ايه كده، خلاص غليت، لو شايفين كده بصوا قطع الفراخ صغيرة خالص، عشان اللي بياكل الكشك يلاقي ان يعرف ياكله، يبقى سهل ان هو ياكل، بلاش نقطعها كبيرة، وكمان تسهل علينا احنا، ما تاخدش معانا وقت في السوا. شايفين؟ يلا بقى دلوقتي ايه، نضيف مع بعض دلوقتي الخلطة اللي عملناها مع بعض دي، واحدة واحدة بقى ونقلب. بصوا بيتقل معايا ازاي، بصوا بصوا لونه بقى، الجزر مع الزنجبيل وبشر الليمون كمان مدينهم ريحة حلوة قوي. هنجيب بقى الطبق بتاعنا اللي نحط فيه، خلاص هي كده تمام، نطفي عليها النار، اول ما تغلي كده خلاص. بصوا شايفين سمكها اهو، ده السمك بتاعها في البولات بتاعتنا بقى كده، وبألف هنا وشفا، يعني بجد من الحاجات اللي هتبقى طعمها حلو في الفطار كده وتجديد، وحاجة الزنجبيل والليمون كمان مخلينها حرشة. ده خلاص بقى جاهز الكشك بتاعنا، هطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقية وصفاتنا النهاردة. ورجعنا بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. هنعمل دلوقتي صينية بطاطس محشية بسطرمة وجبنة موتزاريلا وجبنة شيدر وبقدونس، بس دي بطاطس كاملة احنا مقورينها ومحمرينها بالمنظر ده، وهنعمل لها صوص احمر في الارضية، وعلى الوش هنديها شوية من صوص البشاميل وشوية من الموتزاريلا. يلا نعمل مع بعض وصفتنا. كيلو بطاطس صغيرة متقورة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو، وعشان تسرع معانا وتستوي بسرعة في الفرن فهنديها نص قلية في الزيت، ربع بسطرمه مخليه متقطعه قطع صغيره، ربع من الموتزاريلا، 100 جرام جبنه كريمي، معلقه زعتر جاف، معلقه فلفل اسود، ومعلقه كمون وبصل باودر وتوم باودر، عصير طماطم مصفى، مكعب مرقه دجاج، نص لتر من البشاميل، 100 جرام بقدونس مفروم، وثلاث مكعبات من الزبده. اول حاجه نجيب كده طاسه نحط فيها بقى الزبدة ونجيب الطماطم بتاعتنا مصفينها، عصير الطماطم، صلصة سريعة جدا بس عشان تدي طعم حلو للبطاطس من تحت كده. ناخد مكعب المرقة نديهم تقليبة كده مع بعض، بعد ما هنحمر البطاطس بتاعتنا نص قلية كده هناخدها بقى نرصها في صينية ونحضر الحشوة بتاعتنا. يلا بقى نبتدي كده ايه، نخلص كده الصلصة بتاعتنا، فاضل ان احنا نبهرها، انا مش عايزة كمية كبيرة لاني بس مجرد هحطها في الارضية. الكمون، الكمون ده من الحاجات الاساسية جدا في اي وصفة بطاطس، بطاطس من الحاجات اللي بتحبها قوي الكمون، والثوم البودرة والبصل بودرة
الفلفل الأسود والزعتر. البشاميل عندي مالح في الملح بتاعه، وكمان عندي البسطرمة بتبقى فيها ملح، فأنا مش هحط للصلصة ملح خالص. دي تقليبة كده. كده خلاص الصلصة بتاعتي هنسيبها بقى تتسبك. هنجيب بولة نحضر فيها الحشو بتاعنا، بسطرمة كده مع الجبنة الكريمي. اي نوع جبنة كريمي احنا بنحبه، مش لازم نوع معين. الجبنة التشيدر، نص الجبنة الموتزاريلا، وشوية من البقدونس. نقلب بقى كل المقادير بتاعتنا دي كده مع بعض. كده دي الحشوة بتاعت البطاطس، بجد يعني حشوة هتعجبكم جدا وجديدة، وكمان طعمها هيبقى حلو قوي مع البطاطس اللي احنا قليناها دي. بصوا كده ايه، خلاص كده الحشو بتاعنا بقى جاهز. دلوقتي بقى الصلصة خلاص اتسبكت، انا مش عايزة اكتر من كده. طفي عليها النار. هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها ونعمل ايه، نحط بقى اي حاجة في الارضية علشان تحافظ على البطاطس. انا هنا بشرة او حاطة بصل وطماطم وجزر مبشور كده، نحطهم مع بعض كده منظر ده. وبعدين هنجيب الصلصة ونحطها كده في الأرضية بتاعتنا. بصوا كمية الصلصة قد ايه، قليلة جدا، مجرد بس هتديني طعم. وبعدين هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا ونبتدي نحشي البطاطس بالحشوة دي كده. الجبنة بتاعتنا بتسيح، فممكن نزود عادي الحشو، مفيش مشكلة. اهي كده المنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي بقى ايه، رصها. الحاجات اللي احنا حطيناها تحت دي هتساعد البطاطس بتاعتي ان هي تقف ما تقعش. نجيب بقى البشاميل كده كده، غطينا بايه البطاطس بتاعتنا كلها. دلوقتي بقى نجيب الجبنه الموتزاريلا عندنا اللي احنا سبناها، نحطها على الوش. ممكن كمان لو حابين تحطوا اي نوع جبنه تاني على الوش مفيش مشكله. اتاكد بس ان احنا كل
الصينيه بتاعتنا حطينا عليها البشاميل والموتزاريلا. دلوقتي بقى حط رشه من البقدونس عشان الشكل، احنا كده كده حاطين جوه، فالبقدونس من المكونات. كده خلاص بصوا الطاجن بتاعنا بقى عامل ازاي، بتاع البطاطس. ندخله الفرن وتعالوا بقى نحط الرز مع بعض. دلوقتي بقى تعالوا نشوف الرز بتاعنا هو استوى. بصوا شكله عامل ازاي. كمان طعمه هيعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى نحطه. بصوا ريحته فظيعه بجد. ده بقى مع صينيه البطاطس اللي بالفراخ اللي عملناها. ادعولي. كده نجيب بقى طبق. بس كده الرز بتاعنا جاهز. هطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. ورجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا النهاردة. هنعمل الكريم كراميل مع بعض، بس الأول نطلع صينية البطاطس بالفراخ ونطلع البطاطس المحشية جبنة موتزاريلا وباسترما. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها وريحتها فظيعه. طلع كمان بقى البطاطس. بصوا جمال. بص شكلها عامل ازاي. نقفل الفرن بتاعنا. تعالوا نحط البطاطس بتاعتنا كده والفراخ. بصوا بصوا اللون بتاع الفراخ عامل ازاي. ده بقى الصلصة مع السويت شالي مدينها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الريحه فظيعه. كمان الزعتر والروزماري اللي حطيناهم في الاول في الوش على الوش في الاخر دول ادوها كمان ريحه حلوه جدا. كده خلاص بصوا شكلها عامل ازاي. نشيل بقى ده خالص. Thank you.
هنعمل بقى دلوقتي مع بعض حلل كريم كراميل، بس الكريم كراميل احنا اللي هنعمله كله بالبيض واللبن والحليب المكثف. هحتاج كوب من السكر، 2 بيضة كاملة زائد 6 صفار بيض، كوب حليب مكثف، نص كيلو من الحليب العادي او المبخر، معلقتين فانيليا، ربع كوب من المية. يلا نبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنجيب نعمل مع بعض العسل بتاع الكريم كراميل، نحطه على النار ونسيبه. هنجيب السكر، هنجيب المي، وأول ما السكر هيدوب خالص في المية هضيف الفانيليا السايلة. ممكن دلوقتي نضيف الفانيليا، وهنسيبهم على النار خالص لغاية ما السكر بتاعي يتقل، بس نخلي بالنا ما نحرقش السكر، هنوصل للون معين وهنرفعه من على النار. هنعمل ايه بقى؟ احنا عشان نعمل الكريم كراميل بقى ما عندناش غير 3 مقادير، الحليب المكثف والحليب العادي او المبخر والبيض. كل اللي هنعمله ان احنا في نفس البولة هنجيب مضرب، نضرب البيض بتاعنا ده الاول كده، نضيف اللبن، هنضيف الحليب المكثف المحلى، كده جد الموضوع سهل وسريع ومش هياخد منك وقت خالص، والنتيجة بتاعته هتبقى كويسة جدا. دلوقتي بقى هنشوف العسل بتاعنا. يعني احنا كده خلصنا كريم كراميل، الموضوع كله بقى في ايه؟ ان احنا بعد ما هنخلص الكريم كراميل وهنحطه في القالب بتاعه، هنجيب صينية ونحط في الصينية مية، ونحط القالب في النص وندخله الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما هنلاقي الكريم كراميل بتاعنا مسك نفسه في حوالي 40 دقيقة، بس هنحطه في النص مش هنحطه تحت على الأرضية. بصوا العسل، عسل طبعا عشان الفانيليا اتحطت له، مديه لون حلو جدا. خلاص هنسيب الكراميل على النار لغايه ما ده هيبقى لونه. اهم حاجه بقى خطوه في الكريم كراميل ان احنا لازم نصفي الخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض دي، لازم نصفيها. فهنجيب مصفه، لازم نصفيه كويس جدا، مش عايزه فيه اي كلاكيع، ونصفيه كده. هنجيب بقى الكريم كراميل كده ونحطه هنا في صينية، ونحط حواليه مية، نص كوباية من المية، وبعدين هندخله الفرن. بعدين بقى بصوا انا كنت مجهزه لكم واحد اهو، هنحطه بقى في التلاجة لما يطلع من الفرن، هنسيبه يهدى خالص وبعدين هنسيبه في التلاجة حوالي ساعة. كريم كراميل من الحاجات اللي بتمسك بسرعة جدا، هنسيبه في التلاجة ساعة وبعدين بألف هنا وشفا. كده النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، عملنا مع بعض
فراخ بالبطاطس، صينيه فراخ بالبطاطس بتكات جديده ضفنا فيها طعم جديد هو الشيلي صوص، وكمان عملنا الرز اللي بالشعريه ولسان العصفور والفلفل الالوان، وعملنا البطاطس الفظيعه دي اللي بالباسترما وميكس الجبن والبقدونس وصوص البشاميل والصوص الاحمر، وكمان عملنا كشك الفراخ اللي مع الجزر والزنجبيل وبشر الليمون، وعملنا مع بعض حلو الكريم كراميل اللي في الفرن. ودلوقتي هوريكم العسل، بصوا العسل هيفضل خلاص اهو بيشرب، بصوا بيتقل معانا ازاي لغايه انا عايزاه ينشف خالص. اول ما ينشف خالص عباره عن سكر تقيل، هسيبه لغايه ما يبقى اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده اللي انا وريته لكم في كريم كراميل، وهرفعه من على النار. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أشوفكم الحلقة الجاية برمضان كريم.